شوفي يا حبيبتي، خرج من الحمام كان بيتروش بس وتزحلق وطاح على السيراميك. عشان ما تعور السيراميك يا خالة. أعدمك إن شاء الله يا بعيد. تعال أندر، تعال تعال. شوفي حبيبي، هو كان في الحمام ونزل وعلى طول هنا، بس السيراميك تفشفش، راسه ما صار له شيء. حش الديناميت ذا مو براس. تعال يا واد تعال تعال، بقول لك شوف بعينك. أمشي ضل في شكلك مفشفش ولا لا؟ لا مفشفش. خلاص يا حبيبتي خلينا نروح البيت، الجماعة راح يبلغون الشرطة. وفرض المهبول هتجيبهم المكان ثاني والشرطة ضيعت مكانهم، أضحي بولدي؟ هذا مجنون يذبحهم. هذا وقت وسوسة، يرحم أمك، خلينا نروح البيت. أقول إيش بس؟ نعم. ألو، هلا زكي، أنا أم سلطان. يا أم سلطان إيش تبغي يا أم سلطان؟ يا أم سلطان ما حد يعرف يقيل يا أم سلطان. صحيتيني من أحلى حلم يا شيخ. نعم زكي، أنا مستعدة أدفع فدية ولدي 144,000. أسمع يا أم سلطان، مع احترامي لعرضك الموقر، أنا أبلغك من منبري الثاني هذا، المليون حقتي أبغاها رزمة واحدة ما تنقص ريال. ولعلمك بعد 10 دقائق حأبدأ في قتل أول رهينة. مع السلامة. إلا رب زكي عمدة الحارة. عارفين كان عندنا واحد بخاري عنده عربية قد كده، كان إيش يسوي فيها؟ سنو مقص سنو سكين، حتى الساطور كان يسنو. أما حجة عيشة كانت تيجي من تحت الروشان، إيش تقول؟ تاتا شيلق ماما، تاتا كنسي بيتي، تاتا غسلي ماؤوني. زكي أتربى في الزقاق الضيق. ليلتي عايرني بكتر النوم وتقول لي يا حبيبي قوم أسهر الليل، وأنا بحسبك خيلي يا حياتي وبحسبك خيلي. انتوا لسه هنا؟ ولد القرينج جات ولا ما جات؟ انتم الفلوس جات ولا ما جات؟ ذي مليون ما هي بسهلة يا زكي، يبي لها وقت شوي بس. اسمع، الخاطف ما يرجع في كلامه، انتهت الساعة وانتهى الدلع وجاء وقت الأكشن. يا زكي هذه تعتبر جريمة. زكي قلبه طيب، أنا عارفة مستحيل يسوي شيء غلط، صح؟ كلامك صح، عشان كده حقتلك انت أول واحدة.